نتحدث عن أعداد ضحايا في كارثة طبيعية داخل مدينة أثرية، لربما اليوم هذه المدينة كانت يوما ما انطلاقة للفتوحات الإسلامية في المغرب العربي، وقاومت الاحتلال الإيطالي، إضافة أنها هي تعرف باسم مدينة الصحابة. مدينة الصحابة اليوم تحتاج إلى إسعاف، بل وتنزف دما. سجلنا في مدينة الصحابة درنا ما يقارب عن 3000 قتيل، والحصيلة ما زالت في ازدياد. أيضا هناك حوالي 7000 جريح، المفقودين عدد لا متناهي، قدرناه ب 5000 مفقود، لكن الواقع هو أمر من هذا وأدهى. ربما نضمد جراحنا بأن نكذب على أنفسنا في بعض الإحصائيات، وهذا أمر وارد صراحة، أن هناك مناطق في المدينة أو جزء من المدينة اختفى تماما من على سطح الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عن أعداد الضحايا سيد أسامة، وحالاتهم قد إيه يا دكتور؟ يعني حالاتهم وضعها إيه؟ بالنسبة لأعداد الإصابات وصلت حوالي 7000 مصاب، ووضعهم متفاوت بين من الخفيفة للمتوسطة للخطيرة. منهم فعليا من سيتم علاجه بالخارج عن طريق دعم وتطوير في الخدمات العلاجية. أيضا الشعب المصري أشارك في وجود طائرة للإسعاف من أجل نقل المصابين بعض الحالات إلى دولة مصر الشقيقة. أيضا الحكومات يعني سواء شرقا أو غربا تقدمت لمشروع دعم أيضا خدمات العلاج لهؤلاء المصابين في المستشفيات. طبعا مستشفى المدينة في حد ذاته هو أصبح مستشفى مقتصد، لذلك تم إنشاء مستشفيات ميدانية يتم بعدها بعد تلقي العلاج الأولي فيها إخراج الحالات من المدينة ونقلهم إلى مدن بعيدة مثل تبرز، مثل القبة، مثل الشحات، مثل مدينة بنغازي. أيضا العمل جاري على قدم وساق من أجل أن نعثر على بصيص أمل في الناجين، على الأقل هذا ما نبحث عنه الآن.